زي ما احنا في منتدى شباب العالم وشايفين الاهتمام الكبير وتوجه الدولة مش بس للاستفادة من القيادات الشابة ومن الطاقات المختلفة، لكن كمان تأهيلهم وتدريبهم وبعد كده وضعهم في الأماكن المناسبة ليهم. والحقيقة هم أثبتوا جدارة في أنهم يقدروا يكونوا في مراكز قيادية ويقدروا يقدموا لمصر كتير. كلنا تابعنا طبعا التغيير، حركة تغيير المحافظين الأخيرة، وشفنا أن كان في تعيين مجموعة من الشباب كل واحد منهم على حدة كان نائب لمحافظة مختلفة. النهاردة بيسعدني يشرفني أستاذ بلال حبش نائب محافظ بني سويف. أهلا بحضرتك أستاذ بلال. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم. أولا ألف مبروك. الله يبارك. ويعني إحنا دايما عندنا أمل ومتفائلين بوجود حضراتكم يعني كطاقات شابة في المراكز والأماكن القيادية الفترة اللي جاية. تمام إن شاء الله خير، ونتمنى من ربنا أنه يوفقنا بإذن الله. بداية كده وبكل صراحة، هل كنت متخيل ان هيجي الوقت زي اللي احنا فيه دلوقتي وتلاقي محافظ ونائب محافظ ومساعد وزير او نائب وزير من الشباب؟ يعني انا شخصيا كنت مؤمن بده ان ده يحصل. لان انا مؤمن دايما بفكرة ان لن تحيا مصر الا بشبابها. ففكرة انه كان يجي الوقت ان احنا يبقى عندنا نائب شاب او محافظ شاب، او من الممكن يكون في نائب وزير شاب او وزير شاب، اعتقد ان مصر فيها كفاءات كتير جدا من الشباب عندها القدرة ان هي تقدر تتولى او يتم تكليفها بمناصب زي اللي احنا بنتكلم عليها. بس هما بينقصهم في بعض الاوقات، ينقصهم عملية التدريب او التأهيل اللي تتعلق بطريقة تعاطيهم مع الموقف او مع المنصب كمنصب. ممكن يبقى عنده خبرة في امور تانية، لكن فكرة ان هو تعاطيه مع المنصب بشكل كافي ده في كتير من الناس بتفقده. يعني لا، مش فكرة القيادة، فكرة القيادة ممكن فكرة التدريب عليها غير فكرة انها تبقى موهبة، ده امور تانية مختلفة. لكن انا عايز اقول لحضرتك ان انا ممكن اكون متخصص في مجال علمي ما، وممكن مع اضافة بعض التدريبات الخاصة بعملية الادارة والتعاون مع القوانين المصرية، ده ممكن يهن ان انا بكون موجود في موقع تنفيذي مثل موقع التنفيذي اللي تم تكليف البعض منها، واللي بتشرف ان كان تم تكليفي ومنصب نائب محافظ.